جمعتكم طيبة مباركة في هذا المساء، أهلا وسهلا بكم، سعداء أن نلتقي معكم على الهواء مباشرة في برنامج خيري يقدم الخدمات للناس، يتفاعل مع الناس. بإذن الله تعالى سنصل إلى كل البيوت من خلال السلات الغذائية التي تقدمها منظمة سلام الخيرية. هذه المنظمة التي دائما تعول أن تكون في مستوى الحدث. هذه المنظمة استهدفت في البداية أن توزع سلات غذائية، لكن الحقيقة كانت هناك طلبات كثيرة من الناس في احتياجات أخرى، فمانيش عارف أن هذه الجمعية هل تستطيع أن تلبي كل احتياجات الناس أو كل ما يستحقونه الناس من خدمات وإمكانيات، وإلا متوقف الموضوع الآن على السلات الغذائية. على حال هناك بعض الناس قالت أنا مستعدة أن تبرع. كلمني أحد الإخوة وصلني على صفحتي على الفيس من خارج البلاد وقال يعني حندفع مبلغ يعني ممكن تقوموا بسداد بعض القيم المالية المستحقة لأفراد. مواطنة مثلا اتصلت وقالت أنا مريضة سكر، وتعرف يعني تقول مريض السكر الدواء يحتاج إلى ثلاجة، وتقسم بالله تقول أنا ما عندي ثلاجة في البيت وياريت تحصل حتى ثلاجة قديمة. أنا راضي حتى الثلاجة قديمة، هذه رقمها موجود عندنا واسمها سارة موسى. يا ريت لو في حد من الإخوة اللي ممكن يسمع فينا الآن يتصل ويقدم هذه الثلاجة عن طريق هذه الجمعية لهذه الأخت لنعينها على مرضها، وإن شاء الله ربي يشفيها بإذن الله ويشفي كل الناس. أيضا أم منت الرحمن تقول والله إحنا ساكنين في بيت وعلينا تراكم كثير في أجار البيت، وصاحب البيت ممكن يطردنا من البيت. أنت بتعرف قصة المصارف في اليوم، بتعرف قصة المرتبات المتأخرة، قصة القيم المالية الممنوحة، بعض الإقراض، يعني كل هذا الآن متوقف. فتقول إحنا ياريت هذه الجمعية تتولى أمورنا بدل الدولة، لأن للأسف الدولة غايبة كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الاجتماعية الدولة لم تستطيع وضع حل، فهي تعول على جمعية سلام وأيضا جمعية خيرية أخرى. نحن نشتغل في مستوى إنساني واحد، يعني لا فرق بين هذه الجمعية وجمعيات أخرى. فإذا حد يعني يبي يحاول كيف يقدم هذه المساعدة لأختنا أم منة الرحمن في الأجار، وأيضا الأخت سارة في ثلاجة لوضع دواء السكري كما تقول فيه، فيكون في ميزان حسناتك في هذا الشهر الفضيل. هذه الجمعية متواصلة في توزيع السلات الغذائية. خلينا نشوف الآن تقرير عن توزيع مجموعة من السلات لمهجري مرزق في مدينة طرابلس بالتعاون مع الإخوة الكشافة في هذه الصور. هذه السلة الغذائية حقيقة احنا استلمناها كنائب رئيس لجنة الأزمة للكشاف والمرشدات بليبيا، والحقيقة هذه السلة عدد السلات هي 50 سلة ستسلم لنازحي ومحتاجي مدينة مرزق. والحقيقة يعني من خلال جميع الأجهزة الكشفية العاملة بالحركة العامة لكشاف المرشدات بجميع الغرفة المركزية وغرف الإغاثة والعمل الإنسانية استلمنا عدد كبير من هذه السلات.
شكرا للجميع، شكرا لكل من ساهم في منظمة السلام الخيرية، هذه المنظمة التي تقوم بتوصيل السلات الغذائية لمستحقيها داخل مناطق ليبيا، وأيضا لفرادى في بعض الناس يستحقوا توزيع هذه السلات. اتصالات هاتفية كثيرة تصل للبرنامج. احنا نتمنى من الأخوة في منظمة السلام الخيرية أن يحددوا لنا ما مدى تقديم هذه الإمكانيات بالتوضيح، وممكن يكون بعد شوية معنا رئيس منظمة سلام الخيرية لنستوضح معه هذه المسألة المهمة، لأن المكالمات الهاتفية أنا شخصيا لا أريد أن أعد أحد ويطلع الوعد ليس صحيحا ويعني أرتكب إثم في هذا الموضوع، فأتمنى أني لما نوعد نوفي بوعدي لمن يستحق أي شيء. وأيضا هناك بعض الناس اتصلوا وقالوا مرات براهم في ناس ممكن مش محتاجين، فهذه مسألة ربما تحتاج أيضا إلى تتبع وإلى يعني محاولة تكوين لجنة لمتابعة وحصر هذه الأسماء التي تستحق أو التي لا تستحق. للتواصل معكم عبر هذا البرنامج وللتعرف أكثر على هذه المنظمة وما تقدمه من إمكانيات، معنا الآن مباشرة على الهواء مراسلتنا أماني توفيق من عين المكان، نتحدث معها عن آخر ما قدمت هذه الجمعية. أماني مساء النور. أماني توفيق معنا على الهواء، يبدو أنها غير جاهزة. أماني أهلا بك، تسمعيني أماني؟ أماني يبدو لي أن التغطية لم تصل بشكل صحيح، لم نستمع لأماني، ربي يعاونها إن شاء الله في هذه الظروف. أنتم تعرفوا الظروف الآن، ظروف الحجر وظروف صيام ويعني مسائل كثيرة مرات تعوق حاول تقديم أي شغل، وفي نقص الإمكانيات وفي نقص التيار الكهربائي، التغطية، الهواتف، يعني زي ما قال حياة سليمان تروني حايسة. خلينا نشوفوا تقرير وبعدين نتواصل مع مراسلتنا أمانة توفيق. منظمة السلام الخيرية على هذا العطاء اللامحدود، وأيضا نشكر القيادة العامة بالتنسيق مع القيادة العامة الكشافة والمرشدات بنشاط شهر رمضان المبارك لمفوضية زوار الكشافة والمرشدات، توزيع ما يقارب عن 200 سلة مقدمة من منظمة السلام الخيرية. تم التنسيق مع الشؤون الاجتماعية زوارة، كما نعلم أن هناك مجموعة من العائلات والأسر المحوجة والأسر كبيرة العدد، هناك أسر تستطيع الوصول إلى مقر مفوضية كشاف زوارة للحصول على هذه السلات الرمضانية، وأيضا هناك بعض الأسر ليس لديها مركوبة ووسائل نقل، فتم تكليف مجموعة من اللجان حتى يتم توصيل هذه السلات إلى بيوتهم.
من زوارة إلى مراسلتنا أماني طفيق على الهواء، ترصد لنا ما الذي جرى خلال هذا اليوم واليوم الماضي. أماني مساء النور. مساء الخير استاذ عطية، ومساء الخير على كل المشاهدين اللي تابعونا. لا زالت أعمال منظمة سلامة الخيرية متواصلة إلى حد اليوم، تم تسليم ما يقارب أسئلة غذائية من أصل 5000 في عدة مناطق خارج العاصمة طرابلس، من كل من مدينة زوارة والزاوية والشورغة وأيضا غريان. تم تسليم لكل مدينة منهم 200 سلة غذائية. أيضا تم تسليم 100 سلة غذائية لمدينة صباو، 30 سلة غذائية لمدينة وازن، واليوم تم تسليم ما يقارب 50 سلة غذائية لمدينة مرزوق، وتم استلامها عن طريق نائب رئيس لجنة أزمة مرزوق الأستاذ رمضان كريم. إلى جانب أن تم تسليم 100 سلة غذائية للأفراد أو للعمالة الواحدة اللي يشتغلوا داخل العاصمة الصبر. نعم أماني، بالتأكيد أن كل هذه الأشياء في ميزان حسناتكم إن شاء الله ومتابعتها منكم، ودائما تأتون بالجديد والناس تراجي في هذا التفاعل، والناس دائما تحب الخير. الجديد الآن أمامك شنو يا أماني؟ الجديد أن بالأمس تم تسليم 200 سلة غذائية لمدينة زوارة، وتم استلام عن طريق الحركة التشفية التابعة للمنطقة. أو هذا الجديد؟ بح. نعم، واليوم تم تسليم زي ما قلت استاذ عطية 50 سلة غذائية لمدينة مرزوق. باي أماني، بالنسبة للمخازن يعني هل دائما تأتيها البضاعة من الناس المتبرعين، والله هي عبارة عن معتمدة دائما على منظمة سلام فقط يعني بدون المتبرعين الآخرين اللي قصدي يقدموا في عينات بدون ما يقدموا مبالغ مالية؟ نعم أكيد تأتي معونات من المتبرعين للمنظمة. أيوة. لكن حسب أن السلاسل الغذائية تأتي من المخزن الرئيسي للمنظمة للمخازن الفرعية لها. أماني توفيق، ربي يعينكم إن شاء الله، وسنتواصل معك في محطات أخرى لنرصد معك ما تقوم به هذه المنظمة وما تقدمه من خدمات للناس المحتاجين. أماني توفيق مراسلتنا، شكرا لك. شكرا لك. نتحول مباشرة إلى رئيس منظمة سلام الخيرية الأستاذ محمد أبو حلقة ليطلعنا على بعض التفاصيل المهمة داخل هذه المنظمة، ونتعرف عن قرب معه عن منظمة سلام الخيرية. أستاذ محمد مساء النور. طيب أستاذ محمد يكون في الانتظار، الشباب بلغوني يتواصل معاه إن شاء الله هاتفيا. رحب في الاستوديو هنا بالأستاذ طه الشخشوكي. أستاذ طه، رسالة بيك. رسالة جمعة مباركة عليك وعلينا إن شاء الله. اليوم فضل لابس عربي زي حتى أنت. قلت لك كنت خارج عمل ميداني وما لحقش. أيوة. اني الحق يعني يا ربي ما زال شويه يعني الجو اليوم باب تبعنا انت ظروف الناس. انا في ناس كلم فيا تقول لي والله في اللي مستحق في غاز، في مستحق في ثلاجه، في اللي مستحق في دواء سكري، في يعني حاجات الاخرى غير مواد غذائيه. يا ريت كنا نعملوا تخريجه لهذا الموضوع، لان فيما اتصور ان هذه الجمعيه هي اعتمدت على السلات الغذائيه، يعني هذا المنهج الاول، لكن لا بأس أن تدخل بعض الأشياء الجانبية حتى نسعد بعض البيوت ونفرحها من خلال مبالغ مالية والاحتياجات تقدم لنا من متبرعين. تمام أستاذ عطية، بإذن الله حناخده القوائم الأسماء اللي تسجل فيها حضرتك. أيوة. وحنتواصل بها مع إدارة جمعية سلام الخيرية ومع الوجوه الطيبة من رجال الأعمال والناس اللي حقيقة اللي متعاونة مع جمعية سلام، وبإذن الله حيكون فيه يعني يفترض أن المواطن لما يتصل يقول له على حاجته مباشرة، يعني شنو هو محتاج بالضبط، يعني أيوة. الحاجة الماسة التي يحتاج. لا وأنا خاف أن إحنا نسجلوا بعض الحاجات وما مثلا ما فيش إمكانية تغطيتها، هذا المقصد يعني. والله هو يقول والباقي على الله يعني. أعتقد أن جو ليبيا فيها الخير والناس فيها الخير، وحسب الإمكان جود بالمكان بالمكان أكثر من مكان. نعم. أحيانا. نعم. واللي فيه إمكانية حيقدموها، مش هتتوانى أو تتأخر جمعية سلام الخيرية في تقديم المساعدات أي كان نوعها، وبالإضافة اللي فيه اتصالات مع عدة رجال الأعمال ومعك بإذن الله يكون فيها الخير. يعني ما نقولش نقول كل شيء، إحنا جمعية سلام ما هيش دولة، ما هيش أكي، ولكن حسب الوصول للتبرعات والمتبرعين ومن إمكانيات المحدودة اللي توصل إن شاء الله، لكن ديما في خير إن شاء الله. أنا طبعا علمت بأنك أنت من بكرة إن شاء الله تكون في الميدان مع الشباب، بتقف على التوزيع يعني روحك الشخصية ديما في الميدان، لكن هذا ميدان خاص، هذا يعني ميدان خيري يعني، وميدان يعني في الشهر الفضيل في أجر أكثر وفي ثواب أكثر، فقالوا لي من بكرة بيقف في الميدان بيشوف الأشياء على العين المكان. صحيح. على عين المكان الأشياء اللي تبدو فيها
و بعدين تقول لنا شو ان شاء الله بالضبط. نلقوكم يعني اول باول بما يحدث ان شاء الله باذن الله تعالى. ما نعرفش اذا كان شنو عندنا اليوم، طبعا بالاضافه ل 50 سله وصلت لمرزق واستلموها مباشره، و30 سله لمهاجري مدينه طرهونه، و30 سله لعائلات من داخل طرابلس، والاستعداد الان للانتقال الى المخزن الاكبر، لان ما شاء الله الامكانيات اصبحت احسن ان شاء الله، وهذه بادره خير وبشره خير للمواطنين. وان شاء الله بالاتصالاتكم مع منظمه السلام الخيريه وحتى مع المنظمات الثانيه نستطيع ان شاء الله نرفع البعض بعض الشده لبعض الاسر المعوزه والمحتاجه ان شاء الله. في بعض التعليقات، خلينا نقرا لك بعض التعليقات على صفحه سلام، يعني قناه سلام عندها صفحه وتنزل في البرامج بتاعها، فهذا البرنامج على الهواء وغير البرامج. ام اوس والياس الياس ملك والياس ايوه، تقول ربي لي يجبر بخاطركم جميعا يا رب. علي ميلود بيقول بالتوفيق ان شاء الله. نور ياسين بيقول بارك الله فيكم. عبد الرحمن عبود ربي يحفظكم. وايل بيقول مش عارف، سيد علي باني ما فهمش مش نقصد انا. ميمي بتقول بالتوفيق للجميع. دوجة بتقول بالتوفيق. منى محمد بتقول الله يبارك فيكم ويزيد من حسناتكم. أيمن يعقوب ربي يوفقكم. كثيرة حقيقة تعليقات، كل مرة ناخذ مجموعة من التعليقات. خلينا نستقبله على الهواء، لنا نستنى في الأستاذ محمد حلقة أبو حلقة رئيس هذه المنظمة، المدير التنفيذي لهذه الجمعية، حتى نتعرف منه عن قرب عن هذه الأشياء. أستاذ محمد يومك مبارك إن شاء الله وجمعتك طيبة. يومكم طيب مبارك. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك. إحنا طبعا تواصلنا معك في الحلقات اللي فاتت ونزيد ونتواصل معك في هذه الحلقة، والحقيقة يعني نبو نصالحه منك لأن كثير من الناس يتصلوا بنا في البرنامج وربما يعني تجاوزوا السلات الغذائية إلى ما هو أكبر، يعني في بعض أجار البيوت المتراكمة، في بعض المستحقات الأدوات الكهربائية، الأدوات المنزلية، بعض القطع الأثاث، بعض الأجارات البيوت. فيعني كيف يتم التخريج يا أستاذ محمد لمثل هذه المواضيع حتى ما نقعدوش في مثلا حرج احنا مع الناس من خلال هذه الجمعية الخيرية؟ صحيح، تابعنا معكم الاتصالات اللي جبت على سواء كان خلال البرنامج ولا حتى عن طريق بريد الصفحة والتعليقات. فأغلب هذه الطلبات تم تسجيلها في قاعدة البيانات الخاصة بالمنظمة. بدأنا في العمل تعيين مع رجال الأعمال كل على حسب اختصاصه. ممكن احنا خلال الفترة اللي فاتت ما خلال الحملة هدية ركزنا يا اما بالتبرع المباشر باموال مثلا او عن طريق رجال الاعمال اللي هم يشتغلوا في القطاع بتاع المواد الغذائيه، وهم اللي وقفوا معنا خلال الحمله هذه وقفه كويسه جدا ومستمرين كذلك. ولكن باقي الطلبات هذه حاليا احنا في تواصل مع رجال اعمال في نفس الاختصاص، يعني زي مثلا نقول شركه العمر اورانج بالنسبه للمواد الغذائيه والحاجات هذه، بالنسبه للشركات اللي لها علاقه بالبناء أو اللي تستورد في مواد البناء والحاجات الرياح، حتى هم عندهم بيهم شغل طرقات تعتبر كويسة. بدأنا في التواصل معهم، كان عندنا معهم أساسا يعني زي ما ذكرت ممكن المرة اللي فاتت كان عندنا معهم مستهدف خلال قبل رمضان، إنه بتكون في صيانات لمنازل، وكان في الحق يعني تفاعل منهم سواء كان من الداعمين هذا سواء كان من شركات مواد بناء أو شركات حتى مقاولات. حاليا رجعنا التواصل معهم بعد ما طلبات من الناس، وبإذن الله أول ما حتكون فيه يعني ممكن نطلعوا من الزحمة الأولى هذه بس نتاع الأسبوعين الأولين هذوما نتاع رمضان. أعتقد أن النصف الثاني من الشهر حيكون في تركيز على الاحتياجات الثانية، طبعا بحسب ما يتاح من إمكانيات وحسب ما يتاح من تبرعات من رجال الأعمال. أستاذ محمد، يعني باعتباري أني جزء من هذه الجمعية كمقدم لهذا البرنامج ومتفاعل مع الناس ومعاكم وحلقة الوصل بينكم وبين الناس، وأنا دائما يعني اللي قدام الناس هو اللي في الواجهة بالذات يكون دائما هو اللي موقع التساؤل والبحث والكذا، فأنا تصلني حقيقة طلبات كثير من الناس على صفحتي في التواصل الاجتماعي، وهذه ندير في توازنات. يعني واحد صديق مثلا أو أخ
كلمني من الخارج قال لي انا بتبرع بمبلغ مالي فممكن يمشي في عينات اخرى، يعني مثلا في قضاء بعض الادوات، شراء بعض الادوات المنزليه وبعض الادويه، فكيف يتم التصرف في هذه المواضيع بعيدا عن السلف الغذائية؟ اكيد يعني هو ما في حاله انه في نوع من التبرعات، حتى لما نسلمه في لما يكون في تبرعات يعني في اللي يعطي فيك تبرع موجه، يعني يجي يقول لك رواني من بنشارك في السلات الغذائيه، ممكن حنجول يذكر لي تبرع مشابه للكلام هذا تو بعد ما نكمل ممكن النقطه هذه. وفي اللي يقول لك لا، في اللي يقول لك اوكي انت عندك راهم مثلا المبلغ هذا وتقدر تستخدمه، يعني وتقدر تساعد به الناس بحسب الاحتياج، ما يحدد لك شنو هو نوع ال نعم. حدد لكش بالقيمه هذه شنو نوع الحاجه اللي انت تبي تديرها بها. هذا حيعطينا احنا في الحركه احنا في المنظمه ان ممكن نتوجهوا ل ان احنا نتوجه لتقديم حلول او شراء اشياء لاحتياجات اخرى بغير الاستيراد الغذائي، وهذا معتمد على نوع المتبرع. وفي المتبرع اللي يقول لك لا انا من هنا مثلا طب وصيانات، من هنا راهو الشمنت، ومن هنا البضاعه اعتبروها مني غير شوفوا مثلا قيمه لليد العامله فقط. فهنا تعترف كل حاله بحالتها وبحسب التبرع اللي يجي بحسب الجهات الداعمه نقدروا على اساس ندرج. زي ما قلت لك انا شركات زي شركات المواد المنزليه، فهو مش حيعطيني فلوس، هو بيجي يقول لي الغساله هاي الثلاجه. اي بالضبط، انا هذا ما قصدته استاذ محمد. مرات واحد بيقول انا راني يا اخواننا محتاج الى ثلاجه، محتاج الى غاز، محتاج الى الى غساله، محتاج الى تلفزيون مثلا، الى اي شيء اخر. يجي مواطن ثاني يقول انا هذا الانسان اللي محتاج لهذه الغساله ولا هذه الثلاجه انا بنشريها ليه، فممكن احنا نربطهم مع بعضهم ويتوكل على الله يعني. اكيد. وفي حتى اللي يعني سواء كان بيرتبط بيه بشكل مباشر مربطه، بيجي يقول لا في اللي هو مشغول وفي اللي هو اصلا عنده عده اعمال ثانيه غير اللي هو عنده الرغبه احنا يبي يساعد، احنا نتواصلوا معاه واحنا اللي نرفعه واحنا اللي نجيبه له ونوصلوها للناس الثانيه، وهذه تعتبر جزء من مهامنا احنا كمنظمه. فكل الخيارات بالعكس متاحه، واحنا يعني بكل الطرق مقدمين يعني بنحاول ان احنا نساعد الناس. بدليل نرجع لقصه المتبرع وهو شن راغب، يعني ممكن هو خبر يعتبر كويس يعني ممتاز، يعني انه هو من غدا حتى بتنطبق الموضوع هذا، انه في رجل ما فعل خير جاي قال انا راهو اليوم قال على اساس انه متبرع بحوالي 5000 مصحف قران، وقال انا هذا من بينهم يطلع مع السلال الغذائيه. كويس. احنا ان شاء الله اخذنا استلمنا منه مجموعه، ومن غضوه ان شاء الله السلال الغذائيه حتطلع مع مصحف، تطلع مع مصاحف قران، هذه حتتسلم للعائلات. فهذا يعني مثلا هذا جاي بالنيه هذه، والراجل هذا الصالح بارك الله فيه جاي قال انا بها تطلع مع السلال الغذائيه. فنحن تمام، احنا كمنظمه حنلتزموا ان هي حتطلع مع السلال الغذائيه ان شاء الله كل المصاحف هذه، ولو كان في فائض بعتالي ممكن توزع بشكل مباشر. باه استاذ محمد، اخيرا باش نكملوا باقي الفقرات والمكالمات الهاتفيه، سؤال اخير، الناس اللي تتصل بينا تتابع فيها انت ولا ما تتابعش فيها؟ اكيد تتابع فيها. اكيد مباشره كويس. يتم الفريق نتاع فريق القناه يحول لي في ايوه القوائم يحول لك فيها. بالله عليك نبي نطمئن على القوائم هذه يا استاذ محمد، بالله عليك. لا مباشره نحاولوا فيها ننزلوا فيها في قاعده البيانات، نعاودوا نتصلوا معهم، نعاودوا نتصلوا بهم طبعا باش نكونوا بشكل واضح ان كم الاتصالات اللي تجي على رقم التليفون وتجي على الماسنجر نتاع صفحه الفيسبوك نتاع القناه نتاع المنظمه، وكذلك الاتصالات اللي تجيكم محاولين مخصصين ممكن يعني هم بنات الحاج بارك الله فيهم متطوعين معنا في يعني نفرين او ثلاثه، ولكن مع هذا الكم ما زال اكثر. فاحنا مستمرين اضافه للشغل نتاع الشغل الاخراج نتاع لا يا استاذ محمد، اللي قصدت انا مش المواد الغذائيه بس، يعني لو مثلا اتصلت بي مواطنه قالت لي بثلاجه شو نقول لها؟ كل اللي يتصل سجلوا فيه في القاعده البيانات اللي عندنا ونعاود نتواصل معاهم ونعرفوا احنا مثلا نحدد وندير لهم في عمليه زي الفلتره، خلاص عندي المجموعه هذه راهي محتاجه مثلا ثلاجات، المجموعه هذه محتاجه استلال، المجموعه بالضبط. هذه محتاجه ايجارات بالضبط. انا لما نقعمز مع رجل اعمال لا وخاصه انتم لما عندكم متبرعين بالمبالغ الماليه، يعني ما شاء الله يعني تو الان كم يعني الدكتور عبد المجيد الكراتي تبرع مثلا ب 50,000، وسامي رزق تبرع ب 50,000، وغير كثير من الاسماء يعني بالمعنى الفصيح، ان هذه المبالغ يتم شراء ايضا بعض المعدات الاخرى اللي الناس المحتاجين، يعني على الاقل احنا مقدرش نوفوا كل الطلبات، ولكن جزء من الطلبات ينبغي ان احنا نلتزموا بها حتى امام الله يعني.
حتى يا محمد السلام عليكم. بإذن الله. عليكم السلام. حتى لو تديروا تعلنوا في الصفحة شنو هو المحتاجين، قولوا والله محتاجين 3 ثلاجات، 4 غسالات، 2 صناديق مواد غسيل مش عارف شنو، محتاجين إلى 7 أدوية أنواع من الأدوية. حتى في الصفحة لعل وعسى في ناس تقول لك أنا نكفيك هذه، أنا ناخذ جزء منها، يعني تقول في أحذية، في ناس شنو شنو الناس احتياجاتها من خلال القوائم اللي توصل للبرنامج تطرح مباشرة، وشكون واحد يقول لك أنا متمرع بثلاجة للأخت فلانة. تمام ممتاز ممتاز. لا لا بإذن الله حنشتغل عليها خلال الأيام القادمة، حندير الإعلانات هذه ونشوفه إن شاء الله إنه هو يكون طريقة أو سبيل إنه هي حتى اللي بتبرع أو اللي بيفعل الخير يقدر يكون هذا طريق ليه إنه يوصل اللي بيقدمه للناس المحتاجة. أستاذ محمد بوحلقة الرئيس التنفيذي لمنظمة سلامة الخيرية، كنت معنا بكل ود وبكل سلامة، أتمنى لك الخير والتوفيق أنت وكل الزملاء معك في هذه المهمة الإنسانية الجميلة والصعبة في نفس الوقت. أعانكم الله أستاذ محمد، شكرا لك على هذا التواصل. شكرا. إلى اللقاء يا سيدي. إيه إحنا كل كلامنا إن شاء الله يكون فيه الخير إن شاء الله، كلمة يعني طيبة والصدقة وبإذن الله بإذن الله. وإحنا لما نتكلم في هذا الكلام حقيقة أنا على نفسي نبي نبري نفسي، ما نبيش نقعد ونتكلم ونقول حاضر وسطاتك. لا كويس تبي الحاحة، لازم نحلها شخصية. حتى المواطنين اللي يسمعوا فينا بالله عليكم راهو الحديث ليكم انتم، انتم اللي قاعدين تتفرجوا على قناة سلام وعندك إمكانية اليوم انك انك تقدمها، ما تستناش لغدوة. أيه. توكل على الله، راهو الأشياء هذه الخير البر عاجله، توكل على الله لعل وعسى تنقذ حياة ناس. الثلاجة حيكون فيها دواء، الجو جاي سخون، لما تعطيها الثلاجة أو تعطي المحتاج الثلاجة منعت الدواء أنه يفسد، منعت الأكل متاع العائلة الفقيرة أنه يفسد، الحمها والشنوها أنه يفسد. استعجلوا بالخير، ربي يحفظكم، والله وليبيا فيها الخير، يعني لا ينقص ماله من صدقة. خلينا نتحول إلى عميد بلدية كباو الأستاذ محمد سعيد في هذه الكلمة، كلمة خير والناس ما زال فيها الخير والناس الطيبة والبركة ما زالت تتواصل وما زالت تقدم كل ما لديها من إمكانيات. فالكلمة من أستاذ محمد سعيد عميد بلدية كباو هذه موجهة لكل الناس بكل طيب وبكل محبة. رمضان كريم وإن شاء الله بعون الله نشوفوا كل المهجرين وكل النازحين نشوفهم يولوا لحياشهم، وإن شاء الله بعون الله ليبيا يعني تستقر وليبيا تكون أفضل، وبمجهودات الناس الخيرة هذه، الناس اللي قاعدة ما زالت تدعم وقاعدة تساهم بالمنظمات وبالحملات اللي موجودة يعني تقدم في عشات وإغاثة للناس هادو، إن شاء الله ربك يجزيهم أحسن جزاء ويكون في ميزان حسناتهم إن شاء الله. شكرا للأستاذ محمد سعيد عميد بلدية كباو على التواصل، شكرا لكل عمداء البلديات اللي قدموا في الخير. أراه يا جماعة اللي قدم في الخير في أي عميد بلدية، أي عميد بلدية أراه أنت قدم نفسك والله واضح كل شيء، كان قدمت الخير وكانك عاد مانيش مكمل. تعرفوا أنتم الباقي في ناس كويسين طبعا اكيد يعني، فردوا بالكم يعني راهو الخير يقعد يدوي عليك 20 سنه. احنا عندنا واحد عميد بلديه صديق زمان اسمه محمد بالحاج توفى الله يرحمه، يذكر عليه يذكروا فيه بالطيبه ديما، يعني انسان بسيط كان يسكن في حوش شعبي، انسان بسيط، كثير من الناس راهو ممتازين لكن قاعد لانه قاعد صيته موجود. وحتى شيوخ المحلات شيوخ المحلات يعرفوا شكون الفقراء مختار المحل نقصد، احنا تعاملنا معاهم يعني العديد منهم. قال لك تعرف في ناس يعني نعطيك مثال، يا ريت في عائله في منطقه شارع الجمهوريه امراه تعول في 3 أطفال معاقين. الله الله. ما تقدرش تقول اعطوني. الله الله. والله ما تقدر تقول اعطوني والله يا جماعه الجوه يعني، فدعوه للي يقدر والله مش تقول والله مختار المحل مش جارك في جنبك ما تسيبهش، تعرف جارك انت تعرف محتاج جارك تعرف تو. معقوله واحد في منطقه ما يعرفش ان هذا يعني قليل حيله وما عندهش ما ياكل ما عندهش ما يلبس ما عندهش مركوب؟ مش قال يعني صلى الله عليه وسلم قال لك ليس منا من بات شبعان وجاره جائع؟ أيوة. ليس منا نعم. ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. يا اخواننا الجار جار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أحلاها الأيام هدية وإن شاء الله خير. شكرا. شكرا بكرة ننتظر منك إن شاء الله في عين المكان إن شاء الله متابع إن شاء الله بإذن الله تعالى. بارك شكرا لكم، شكرا سيد عطية على كلمة الخير اللي تقدم فيها،
ونتلاقى نشوف غدوه ان شاء الله بالنسبه لينا. يلا نمشوا فاصل وبعدين نعود الى مجموعه فقرات ومجموعه هواتف، شوفوا شنو هذه الهواتف ماذا تحتاج. شركة أورانج تعلن عن شاشتها الذكية الجديدة كلياً، شاشة سمارت تي في من أورانج، تتميز بتقنية DLED لمتعة مشاهدة مثالية، وتعتبر من أنجح الشاشات الذكية لاعتمادها على نظام أندرويد الذي يتصل بالهواتف الذكية لتتخطى حدود الترفيه المعتادة. سارع الآن للحصول على شاشتك الأكبر والأكثر جودة على الإطلاق. أورانج، معاً لمستقبل أفضل. من غيرنا في الكون؟ من يحنو على هذا الوطن؟ أكتافنا من خيره ويستحق خيرنا وحبنا طول الزمن. ينادينا نلبيه، سكبنا حبنا فيه، بفعل الخير نحيي وبالإخلاص نبنيه، وبالإخلاص نبنيه. نسجنا من خيوط الشمس ضياء في لياليه، حفظنا من حنين الأمس حروفا من أغانيه، حروفا من أغانيه. اهلا بكم على الهواء مباشره في برنامج السلامة الخيريه. ده لي رساله الشاعر ناصر ديهوم من بنغازي بيتابع البرنامج. ناصر من الشعراء الكويسين، اكيد حيقول قصيده على هذا البرنامج. ايضا الفنان الملحن عبد السلام القرضاب اهدانا 20 ثانيه مقطع غنائي عن رمضان وعن الفرح وعن البهجة، فبارك الله في هذا الفنان. يعني كل واحد يقدم فيه اللي عنده. صبي قال إن هذا ما عندي ما أقدم ليكم، بارك الله فيه. يعني إحنا كلمة طيبة نقبلها، أي شيء لي علاقة بالإنسانية ولي علاقة بالود ولي علاقة باللطف نقبله. الكلام وأيضا العينات والأموال اللي تمشي إن شاء الله في سبيل الله لكل محتاجيها. فشكرا لكل من تواصل معنا. حقيقة رسالة كثيرة واردة للبرنامج على صفحة القناة، فيعني يجي وقت نحاول كيف على الأقل الرد على كثير منها. لابد أن نحيي ونشكر كل الناس، وهذا وفاء منهم، الوفاء دائما موجود بيننا نحن كليبيين، فناخذ لمسة وفاء مع حارس مرمى في كثير من الأندية للاتحاد العسكري، الاتحاد العسكري والمحلة والاتحاد والمجد، وأيضا درب حراس مرمى كثير. يعني حبينا في هذا المساء أن نكونوا أحذاه ونكرموه ونتعرفوا من خلال الأستاذ عياد العشيبي على شخصية هذا الحارس الكبير الأستاذ الطاهر سعد في لمسة وفاء. وتاخذنا رحلة الوفاة في لمستها وهمستها مع حارس قدم مواسم رائعة مع الاتحاد العسكري والمحلة والاتحاد والمجد، وفي كل محطة ترك لقطة وصدق، ومع كل فريق دافع عن أرينا أخلص له وعطاه ما عنده. الطاهر سعد معانا ومعاكم اليوم في لمسة وفاة. طاهر سعد تجوري، مواليد 1955، طرابلس، لاعب فريق الاتحاد العسكري سنة 74-75، من درجة ثانية لدرجة، من درجة ثالثة لدرجة ثانية لدرجة أولى. لعبت في الاتحاد العسكري 8 سنوات، يعني من 74-75 لعند 79-80. بعدها انتقلت لنادي المحلة سنة 80 لعند 89،
طبعا لما جيت للمحلة كانت المحلة درجة ثالثة، في سنة من درجة ثالثة لدرجة ثانية لدرجة أولى. بعدين انتقلت من نادي المحلة سنة 89، انتقلت من نادي المحلة لنادي الاتحاد 89-90، قضيت بطولة على الاتحاد. بعدين انتقلت لنادي المجد من درجة ثانية لدرجة أولى 91-92. بعد المشوار قررت الاعتزال 92 بعد مرقي المجد درجة أولى. بدايتي في التدريب كانت في نادي المحلة، بعد ذلك نادي المجد، نادي الشط، نادي الترسانة، نادي الاتحاد، نادي الاتحاد المصراتي. المنتخب حاليا مدرب حراس منتخب الشباب. لو نقترح عليك صورتين مثلا يجيبوها لك على الشاشة، قدامك صورة عياد القضي، شنو تقول لعياد؟ يعني اعتبارك انت في رفقة وفي عشرة بينكم. والله بالنسبة لي عياد يعتبر أخوي وصديقي بصراحة، يعني مدرب ناجح، تكتيكه ناجح، الرجل يعني يخدم يعني فعلا بصدق وأمانة. من ضمن الناس المقربة أيضا كابتن عبد السلام الكوت، أكيد. شو تقول لك كابتن عبد السلام؟ والله إيش بنقول، نقول له كل سنة طيب أخوي عبد السلام، بصدق وأمانة. يعني حتى أخوي عبد السلام يعني كانت مسؤوليته كبيرة صراحة، كل حاجة دارها عبد السلام وسبب نجاحنا إحنا. يعني كان عبد السلام يعني في الموعد بصدق وأمانة، وكان أب بالنسبة للرياضيين. أخطر مهاجم لعب قدامك، إيش نجيب لك صورته توا؟ والله إيش بنقول لك، أنا عندي نيه ونيسكير. برفقة أستاذ عياد ننقص اليوم بعض لحظات من الماضي، شرفتنا شوفتك، إن شاء الله ديما بصحة جيدة وإن شاء الله كل سنة متقدم لتقدم. شكرا برضو منظمة سلام خيرية تكرمت صاحب الشركة أكيد، لأنه الوكيل الرسمي لمنتجات أورانج، أكيد تسمع في أورانج والهيمنة اللي دارتها الآن في كل حوش وكل بيت، فأنا نحييهم ونشكرهم على التكريم، ونشكر أيضا منظمة سلام الخيرية اللي يقدموا لك هذا التكريم اللي تستحقه أكيد، وبارك الله فيك على الاستضافة. شكرا للاستاذ عياد العشيبي، واستاهل التكريم الاستاذ طاهر سعد، وشكرا ايضا لشركه اكيدا الراعي الرسمي لمنتجات اورانج اللي ساهمت معنا في تغطيه هذه الفقره في فقره لمسه وفاء، لهم كل التحيه ولهم كل التقدير. نمر الان الى مكالماتنا الهاتفيه، الى كل الاخوه الذين يريدون التبرع لهذه الجمعيه او المحتاجين فعلا لامكانيه الوصول لهم وتقديم لهم المساعده والخدمه. بارك الله في الجميع باذن الله تعالى. مساء النور الأخت فاطمة. أيوة مساء النور، أهلا بك أخت فاطمة. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. وأنت بخير وبركة يا رب العالمين، تفضلي أهلا وسهلا بك. والله أنا بخصوص الآن بس عندي زوج عائلات للتجورة محتاجين تموين. أيوة. إيه. بخصوص العائلات اللي أمس محتاجين تموين، أنت بتحاولي تغطي هذا الموضوع. بإذن الله، العائلتين هذو كانوا تعطوني. باه باه باه، في ميزان حسناتك أختنا فاطمة، في ميزان حسناتك. خلاص خليك ما تسكريش، حياخذ منك وائل أو يعطيك وائل التفاصيل تليفوناتهم، وبإذن الله تعالى التواصل معهم، وربما هم تم التواصل معهم، لكن زيادة الخير خيرين إن شاء الله. يعني إن شاء الله. شكرا لك أختنا فاطمة. إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. هذه أختنا فاطمة، شوف هاي والله هذه شمت تحكي عنها، هذه مرأة يعني، وين الرجال، وين تريس الباهية المحصحصة زي ما يقولوا. بارك الله فيك أختنا فاطمة، يعني فعلا المرأة الليبية مرأة يعني كل ما الواحد ما يقول ما فيهاش حقها بصراحة، يعني والله العظيم، سواء ما تحملتنا حتى احنا على الأقل ما
بشغبنا ودوشتنا وبشكلنا باش بيزوروا منا بعض الرجال. لكن المرأة الليبية بصراحة يعني والله في كثير من الظلم وقع عليها، ومع ذلك هي يعني تخدم وتصر أنها تقدم كل خدماتها ومساعداتها للناس للجيران، في قلبها كثير من الرحمة يعني بش من الظلموش. فأختنا فاطمة بارك الله فيها هي اتصلت وقالت أنا بنقدم المساعدة للأختين اللي اتصلوا أمس. وأيضا حتى على صفحة البرنامج الأخت نرجس وداد ونادية وشوق العز وعيسى بالقاسم ووسيم سلام حافظ أبو بكر نسيبة على الحبتي منى أحمد عز الدين محمد زوزو عبد السلام هدية نسرينو اللي أيضا تحدثت قالت المفروض تكون في عينات أخرى غير المواد الغذائية، ناس مرضى وناس محتاجين وناس ما عندهم شجارات. الناس متفاعلين معنا بارك الله فيهم، والناس كلها تحب الخير وفعل الخير. وفعل الخير راه يا جماعة هذا مش لي نحن، أنت لربك، أنت توصل في رسالة عن طريق هذا المحتاج للرضا عنك عند الله سبحانه وتعالى. سيد أبو بكر أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله بك أخوي بكر. سيد عطية لبسالك. الله يسلمك أخوي يا سيدي، جمعتك مباركة وعشيتك طيبة إن شاء الله. أبرك إن شاء الله. حايكم باهي. أهلا وسهلا بك أخوي بكر تفضل. والله يخوك من نازحين وتحق حق إيجار الحق. من نازحين وتحتاج إلى إيجار. إيه. وين ساكن أنت؟ ساكن في منطقة البعيش. في منطقة البعيش الآن حاليا وين؟ أنا حاليا في تجورة توا. حاليا في تجورة، قديش المبلغ الإيجار؟ 1400 دينار. هذا المحتاج لأنت 1400 دينار. لمدة طبعا لمدة 3 شهور هو طبعا. أنت المحتاج الآن كم المبلغ؟ 1400 دينار. 1400 دينار يا سيدي، إن شاء الله نحاولوا كيف نتواصلوا معك إلى حل، ونحاولوا بإذن الله تعالى باش أنا نكون صادق معك إني نسعى في تحويل هذا الموضوع للإخوة في هذه الجمعية، وأيضا للإخوة اللي شاهدوا فينا الآن. أحيانا يتصل بينا حد يقول أنا الأخ أبو بكر اللي محتاج 1400 دينار لتغطية أجاره، أنا مستعد به وتكفل به. ربي إن شاء الله يهنيك وإن شاء الله ترجع لبيتك وأنت سالم غانم أخوي أبو بكر. بندعي دعوة بس يا سيد عطية. نعم بندعي دعوة بس في ليبيا إن شاء الله. والله ما سمعتك زين. بندعي دعوة. تبي تقدم دعاء تفضل. اي غير بسرعه شوي اخوي بكر لان مكالمات كثيره عندنا. ان شاء الله ربي يفرج علينا يا سيد عطيه وبارك الله فيك. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ان شاء الله سيدي دعوه توصل ومستجابه باذن الله تعالى. شكرا لك اخونا ابو بكر. زي ما قلت المكالمات كلها على ذمتكم، واحنا حنوصل كل هذه الطلبات كل الناس المحتاجه للجمعيه، ويتم فرز هذه الاسماء. وايضا الناس اللي تواصلوا معنا بشكل آخر عندهم مبالغ مالية بيشروا حاجات لهؤلاء الناس المحتاجة، بيقدموا أجارات، بيدفعوا ثمن أجارات للناس المحتاجة زي الأخونا أبو بكر وغيرها من الإخوة. ما عندناش مانع بكل وإحنا نربطهم بيهم. يعني زي أم منة الرحمن اللي تكلمت عليها قالت أنا بصراحة صاحب البيت يبي يطردنا ما عندناش كيف نديره. أم منة الرحمن هي وعولتها صاحب البيت قالت يبي يطردنا من البيت. ايضا الاخت ساره بتقول والله يعني عندي مشكله، انا مريضه بالسكري. وخلي بالمناسبه عندنا ساره على الهواء. مساء الخير يا ساره. اهلا كيف الحال؟ اهلا وسهلا بك يا ساره. وشلون انت؟ طيب وانت طيبه ان شاء الله. تفضلي اخت ساره. انا والله يا استاذ عطيه نبي الناس تساعدني. تفضل ان شاء الله. تفضل. والله قاعده من غير ثلاجه وانت عارف رمضان. انت ساره المريضه بالسكري اللي درتي لي رساله كلمتيني. ايوه كويس. انا اعطيت رقمك طبعا، يبدو الشباب اتصلوا بيك، اعطيت رقمك للاخوه الشباب باش تعرف اني انا عندي مصداقيه يعني، فهمتي؟ وان شاء الله تعالى كلمني احد الاخوه في الخارج وقال لي انا عندي مبلغ مالي فنبي نعطيكم المبلغ هذا تاخذوا به بعض المعونات، فانت على راس القائمه ان شاء الله حيشيلوا لك الثلاجه باذن الله تعالى يا ساره. ان شاء الله بارك الله فيك. يعني تاكدي يعني. انا اتاكد والله لو والله لو نشيلها لك انا من جيبي الخاص ونحاول كيف ان نقط لك القرشين وين نشري يعني. هذا وعد باذن الله تعالى يعني. صحيت بارك الله فيك. حاضر. لا حاضر حاضر، اعتبر الثلاجه وصلت عندك باذن الله تعالى. صحيت. شكرا لك. انا يا جماعه ما نحب وين يستفزوني ما اقدر بصراحه يعني والله العظيم. انا لو كان نقعد مسؤول في قطاع من كل فلوس في يوم نكملهم اللي يجي نقول له تفضل اخوت. ايه الناس محتاجه فعلا، الناس محتاجه. يقولش لا والله لا ولا ممكن واحد يكذب والله لا غير هو محتال. يا سيدي شنو بيحتال؟ بيحتال على 50 دينار مثلا؟ ما اعتقدش يعني، ما اعتقدش واحد عنده امكانيات وعنده فلوس بيتصل والله بيخادع. لا لا لا، دائما خلوا الثقه. الثقه راهي كويسه يا جماعه، دائما خلوا الثقه في بعضنا، دائما نخلوا الثقه في بعضنا
مش تمشي الامور بشكل كويس. ناس محتاجه فعلا، وما يتصلش واحد راهو الا ما محتاج، واللي ما ضايق به الدنيا ودايرات به الايام، اللي نازح، اللي مرتباته واقفه، اللي مرتباته ممكن من عام 2011 ممكن لحد الان ما تمش الافراج عنها. محافظ انت بتعرفوا ال500 دينار اللي ياخذوا فيها اغلبها او كلها واقفه، ما اعتقدش يعني ناس تئن. وقد ما حاولنا مع الناس يا جماعه وشوا مشوا المحافظ للناس، ما فيش، كل واحد لاعب نفسه. يبدو لي ام انس معنا على الخط. ام انس اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك في العمل. اهلا وسهلا، كل سنه طيبه ان شاء الله يا ام انس. الله يسلمك ويسلمك. انا مستعد برنامج انا نحاول فيك استاذ عطيه اقسم بالله. نعم بالله زيدونا الصوت شويه يا جماعه، ما نسمعش في الصوت راهو انا. انا طبعا طالعه من حوشي يا اخوي. نعم ايوه. قلت لك انا طالعه من حوشي. طالعه من حوشك، منين طالعه من حوشك؟ انا كنت ساكنه في القصر. تسني في الجفرة؟ قصر في القصر. عطيني المكالمات يا فوزي، أنا عندي ليش تعطي فيها بعيد عني؟ به طالعة من القصر، شنو محتاجة؟ هو حاليا موجودة في الزاوية السلاطية. موجودة في الزاوية. موجودة في الزاوية السلاطية، وقسم بالله ما عندي حاجة في الحوش السلاطية، نبيكم تجوا تصوروا بس، نبيكم تجوا تشوفوني بس. والله عندي حاجة في الحوش، وقسم بالله معي أربع أصغار السلاطية. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا وعظما لي قداش استاذ عطيه من قبل رمضان ولين دورت الحوش الاخير تطبيق في الزاويه استاذ عطيه، واقسم بالله نفع لي خير عطيني نادير باش نقدر ترجع البطاريه استاذ عطيه. البطاريه فرشتها في الارض استاذ عطيه. الجيران يعطوني لا حول ولا قوة الا بالله. يعطوني فرشات واعطاني صاحب الخير اعطاني حوشه بالبلاش استاذ عطيه بدون ايجار. بدون ايجار يا استاذ. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ما في غاز لا ثلاجة لا كوشة لا غسالة، والله الغسالة احوالي نخفي بالصابون تاع الوجه، اقصد بالله يا استاذ عطية، الصابون اللي نخفي في الوجه نخفي حوايج صغاري، وتعالي شوفوني انتم بعينكم وصوروا. الضي الخيوط الضي تو كيف دخلوا لي، لكن مازال ما وصلوش الكهرباء، اقصد بالله المضخة والله اللي جابوها لي فعلي خير باش ركبوا لي. والله الميه غير صحيه استاذ عطيه، بارك الله فيه اعطاني الحوش وقال لي بدي فيه دخلي فيه الميه والضي وانت ما يرتاح لك ربي تطلعي. بدك تجي تشوفني اخوي عطيه، بدك تجي تشوفوني شوفوا وضعي بس استاذ عطيه، والله ما عندي حاجه بالحوش. انت زوجك موجود يا ام انس؟ زوج موجود وبعد سياره كان يخدم على السياره وباعها يا استاذ عطيه، وعلي ديون يا استاذ عطيه خلصت النص النص مازال. بسم الله نزلوا علي 3000 وتعالوا وصلتهم حتى باصحاب الدين يا استاذ عطيه. لا حول ولا قوه الا بالله. والله لك السياره اقصد بالله وما عندي حاجه اقصد بالله يا اخوي عطيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله تعالى الخير اقصد بالله، جابوا لي مكرونه والزيت والطماطم اقصد بالله ما عنديش علاش الطيبه، وتعالوا شوفوا انت بعيد. باه يا ام انس خلاص ام انس ان شاء الله باذن الله تعالى خذوا الشباب رقمك وحيتواصلوا معاك ويقدموا لك جزء من الامكانيات اللي طلبتيها، يعني ما تزعليش، اخوتك الليبيين موجودين، واي واحد يتصل بيساعد ام انس في باقي الاشياء المحتاجه لها. مراه مهجره، مراه يعني سمعتوا كلامها، ما عادش نبي نزيد بنعاود اكثر من الكلام اللي قالتها. فاعتقد ان الموضوع واضح جدا، وهذه المراه فعلا هي محتاجه، وربي ان شاء الله يكون في عونها ويكون في عون كل المحتاجين. اطمئني يا ام انس بإذن الله تعالى حنتابع أنا شخصيا هذا الموضوع مع الأستاذ محمد ومع الجمعية مع أخوتنا في الزاوية لوصول ليك وتقديم هذه المساعدة، وربي إن شاء الله يقدرنا على فعل الخير معك ومع كل الناس الآخرين. هذا من ناسكم، هذه هم ناسكم اللي مسكين حوشة ما علمش عليها قديش لي، واللي مرتباته واقفة قديش ليها، واللي كان داير مثلا عمليه ولا مريض ولا حاجه الفلوس اللي عندك كلها ضمت وقعد دكي خلاص، واللي 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 كل واحد بتفاصيله الخاصه، كل واحد بتفاصيله وكل واحد بظروفه. هذه ليبيا، ما معقول يصير فينا هيك يا جماعه؟ مش معقول، ما فيش حد يتقي الله ولا شو القصه يا جماعه؟ يا جماعه ما يصيرش هيك، ما يصيرش، ما يصيرش. وين وين ماشيين بهالبلاد؟ وين بنت ليبيا؟ ربي ان شاء الله ييسر حال ليبيا ويحن عليها يا رب العالمين. اهلا بك يا بنت ليبيا. اهلا بك خالك استاذ. اهلا بك يا بنت ليبيا، مرحبتين بك، تفضلي. اخوي احنا نازحين بنا سنتين كل مره في مكان، تو قاعدين في حوش
شباتنا والله لمسينا هو اللي يصلح علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نازحين منين أنتم يا بنت ليبيا؟ من عين زارة. من عين زارة. وين مقيمين حاليا؟ في الهاني. في الهاني. شنو شنو احتياجاتكم بالضبط؟ لا اللي كتب ربي. زي شنو يعني مثلا؟ مواد غذائية عندكم نقص فيها؟ سلات غذائية. به حاضر 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 يا بنت ليبيا. انتم خلي ما تسكرش التليفون، ياخذوا منك التليفون باش يتواصلوا معاك ويحولوا لك هذه المعونه الغذائيه وتوصلك لعند بيتك باذن الله تعالى. شكرا لك. هذا حالنا يا اخواننا، هذا حالنا. معقوله؟ مش معقوله يعني الليبيين احنا نوصل هكي؟ ايش الدنيا مواليها لله؟ كلكم ميتين وكلكم منتهيين. دير فلوس، ما عندكش فلوس تقتل، تحبس، تضرب، الدنيا فارغه منتهي. اللي يفكر فيها، اللي بيقول واحد يقعد بالزنايه دقيقتين يفكر بينه وبين نفسه، يقول وين ماشي انا؟ انا وين ماشي؟ مخلي بلادنا هيك يعني، اللي محتاج والتعبان والمريض والغلبان واللي طيحت به الايام. لا بامكانه ما يكون شكي، بامكانه ما يكون شكي. والله في اللي عنده يا جماعه قلب من حتى بعوضه ما يؤذيها. انت بتعرفوا زمان لما مشوا نمشوا على الطريق يقولوا لك راه القطوسه كانت تضربها تقتلها بربع رقبه، تعرفوها كويس هذه. مش معقوله يعني، يعني احنا عندنا راه الرحمه بناتنا واهالينا الاولين خلفونا ارث جميل من العفه ومن الاخلاق واحترام الجيران وزياره الاهل والاقارب وفي الاعياد. يعني معقوله احنا 180 درجه نطيح هكي؟ معنا مكالمه هاتفيه. الو. نعم مساء النور. ايوه اهلا يا ام خيريه، مرحبتين بك. اهلا. انتم تساعدوا في الناس ولا؟ والله ان شاء الله ان شاء الله. والله انا باللي جار والله لازيه، وانا وبنياتي حتى الرجل ما عندي ولا ولاد ولا شيء، وطالبين عليه الايجار اليوم شهرين. انت تساعدوني. انت مقيمه بروحك ولا معاك صغارك؟ لا معي انا بنياتي، هم معي بس. معك بنيات باهي وزوجك؟ جوزي متوفي. الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. ايه. وين ساكنه انت باذن الله؟ في نجيله. ساكنه في نجيله. انت حوشك في نجيله ولا حتى انت مهجره؟ مهجره ايجار. مهجره ايجار. انت وين تسكني في الاصل؟ انا كنت في العزيزيه. كنت في العزيزيه والان مأجره في نجيله. نجيله. إيه؟ بقى قديش الايجار؟ الايجار والله طالب علينا ب 600. 600. ايه. يعني انتم محتاجين ايجار شهره؟ والله ما دبيك شهرين انا توا ساكنه فيه، وتوا يطلب فيه يبيهم الشهرين. باه باه يا ام خيريه، وصلت هذه الرساله منك وحاو سمعوك الناس وسمعتك المنظمه، ورقمك خليه موجود عند الاخوه وحيتواصلوا معك ويحاولوا كيف يسددوا جزء من هذه المبالغ، وان شاء الله ربي يريحك ويريح كل الناس المحتاجه والناس اللي يدها قصيره وما عندهاش حيله يا رب العالمين. شكرا لك يا ام خيريه، شكرا لك. والله احنا من خلال هذه الجمعية والجمعيات الأخرى، حتى الجمعيات الأخرى اللي موجودة داخل البلد، إذا حبت أنها تتعاون مع هذه الجمعية وتسمع في اتصالات الناس وتسمع في شكاوي الناس وتسمع في آهات الناس، إحنا ما عندناش مشكلة. يعني أراه ميزان الخير يحمل الجميع، الميزان هذا يحمل كل فعل الخير. منين ما يجي، منين ما يجي تحط في الميزان يرفع ويقعد ثقيل الميزان ويوصل للناس كلها. وحمل الجماعة ليش يعني؟ بجمعية مرات ما تقدرش تلبي كل هذه الطلبات، ومش غير الجمعية، حتى الجمعيات الثانية. لكن عايت حال احنا نتمنى من كل الناس الخيرين انهم يتواصلوا معنا، يقدموا مساعداتهم وخدماتهم للناس. وجمعية سلام بإذن الله مش حتقصر مع كل الناس بطرق منظمة بمنهج علمي سليم. شباب موجودين في هذه الجمعية، كشافة موجودين، الفرق يعني تبحث في كل ما لديها من أوراق وتحاول أولا أن توصل لكل الناس. شكرا لكم على مساعدتكم، شكرا لكم على اهتمامكم. جمعتكم مباركة، صيامكم مقبول بإذن الله تعالى، وإفطاركم شهي. كل فريق إنتاج برنامج السلام الخيرية يقول لكم أعطر تحية وأعطر سلام، وهذا عطية باني، وحييكم إلى اللقاء.